الحديث في إثبات صفة العلو لله عز وجل. وأما دليل اللغة فإن اللغة لا توجب في إثبات المعية أن يكون هناك اختلاط. تقول مثلا زوجتي معي وهي في مكان وأنت في مكان آخر، فإن المعية عند أهل اللغة تفيد الإطلاق، إطلاق المصاحبة. ولذا يقول أهل اللغة في شأن المسافرين: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. فالقمر معه ولكن أين هو؟ في السماء، في العلو. فإذا كان هذا يثبت في حق المخلوق أن يكون مع الخلق وهو في العلو، فالله الخالق من باب أولى.